يا سلام. طبعا خلال دقيقتين الحين بيفصلون 6 ثياب للعميل هذا، عميل واحد خلال دقيقتين. صراحة شغل عمرك يا الله ما شاء الله، دقة دقة بالشغل، قضينا من المقصات والخرطة. ما شاء الله علم علم. هذول الحين 6 ثياب، شوفوا كم، شوفوا 1 2 3 4 5 6. شوفوا الدقة بالقص، شوفوا شوفوا شوفوا. يا سلام يا جماعة الخير، توي أعرف قدر الآلة ذي. من أول أقول رأي المحصص شوف شريف، أنت عارف فوق مليون. جماعة الخير طلعت لي الثوب بمقاسات خرافية، شوف يا أخي ما فيش دود ودكات، ما فيش بالمقاسات، وشلون تجي منبس تلبيس. واخيرا اليوم التقيت بصاحب محلات الدول للخياطه، رجل الاعمال عقيل الصمعاني. هلا سهلا، بيض الله وجهك، اشتغلت لنا شغل يشرف، سويت لنا نقله بثيابنا. انت الوحيد بالقصيم اليوم عنده قص الي للثياب، والوحيد بحايل. شكرا لك، بيض الله وجهك. اليوم ابو علي مقولته يقول يا وليد قضينا من زمن المقص والقص اليدوي. انا صراحه وقفت الاعلام، يعني قاعد اتفرج